مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وصباح الخير عليكم جميعا. صباح جديد يجمعنا قهوة صباحية وحكاية صباحية نتشاركها ونتشارك هذه القهوة الصباحية التي نتمناها دائما بطعم الجمال والأمل والتفاؤل بيوم موفق وأسبوع موفق للجميع. ودائما نفتح نوافذ الصباح على كل مداخل النبض الصباحي ونحتفي بهذه الأرض بالسودان أرضا وإنسانا، ونحتفي بالموروث الثقافي ونحتفي بالطاقات الشابة. تحية لكم جميعا، صباحكم خير. لكم التحية جميعا، ودائما من خلال الصباح هي هذه النوافذ المفتوحة على كل المداخل صباحا على كل ولاياتنا السودانية، ونفتح الأبواب من خلال صباح السبت عن حديث عن الشباب وعن الأسرة السودانية وعن الموروث الثقافي السوداني وجوانب مختلفة لحكاية الصباح. أربع أكلات يا حضرات، كل ما بناكل منها كل ما بنزود فرصة إصابتنا بالسرطان. ده فيديو مهم جدا ويهمني يوصل لكل الناس. أول حاجة في الأربع أطعمة دي حضراتكم الصلصة المعلبة. أيوه الصلصة المعلبة، عشان الصلصة توصل لحضرتك زي الفل وطعمها كويس لازم بيبطنوا العلبة الإزاز أو العلبة الصفيح اللي بتحط فيها الصلصة بمادة اسمها البي سي فول اي أو ألف. المادة دي مادة مسرطنة، عشان كده كل يوم بناكل صلصة معلبة كل ما بنزود فرصة إصابتنا سواء كان بسرطان الثدي أو سرطان البروستاتا. ده أول حاجة. تاني حاجة معانا النهاردة في الأربع أطعمة البطاطس الشيبسي أو المقرمشات بصورة عامة، تمام؟ خدوا بالكم أنا مش بقول اسم تجاري بعينه، أي حاجة مقرمشات سواء كان بطاطس الشيبسي بأيا كان الاسم التجاري بتاعها أو حتى الفنكوش اللي بدأ ينتشر دلوقتي كتير جدا. كل الحاجات دي عشان توصل طعمها مقرمش ولذيذ وزي الفل والولاد يحبوا ياكلوه وما بيقدروش يستغنوا عنه لازم تعدي بدرجة حرارة 120 درجة. في الوقت ده يا حضرات للأسف في مادة مسرطنة اسمها الأكريلاميد بتتكون. المادة دي بتسبب سرطان الثدي، سرطان البروستاتا، سرطان الجهاز الهضمي. فكل ما بناكل من الشيبسي كل يوم، كل ما بناكل أو ولادنا بياكلوا مقرمشات للأسف للأسف أنا بزود فرص الإصابة بالسرطان. حد يجي يقول لي ما من سنين بناكل شيبسي ومن سنين بناكل صلصة الحاجات دي ما بتحصلش من يوم وليلة خالص. دي مرة واحدة بتلقى نفسك قدام غول اسمه سرطان ومش قادر تعرف السبب جه منين. يبقى النهاردة الاثنين صلصة والبطاطس الشيبسي أو المقرمشات. ثالث حاجة معانا النهاردة من الحاجات للأسف اللي ليها دور في ظهور السرطانات وزيادة معدل السرطانات في الفترة الأخيرة اللحوم المصنعة. اللحوم المصنعة يعني إيه؟ يعني اللانشون، يعني الباسترما، يعني السوسيس، يعني البرجر، يعني كل حاجة معلبة ومغلفة من اللحوم المصنعة. للأسف في مادة عشان الحاجة توصل يعني صالحة للاستخدام عشان تحفظ في مادة اسمها نترات الصوديوم. دي فيها إجماع طبي إن المادة دي من المواد الخطيرة واللي بتسبب سرطانات كتيرة وأهمها سرطان القولون. للأسف كل ما باكل كل يوم برجر ولا سوسيس ولا مثلا لانشون ولا هوت دوج ولا باسترما أنا بزود فرص الإصابة بالسرطان. رابع حاجة وآخر حاجة وآخر حاجة دي يعني غريبة شوية، فشار الميكرويف. حد يجي يقول لي فشار؟ ده احنا بناكل فشار ليل ونهار. لا انا قصدي تحديدا على فشار المايكرويف مش الفشار العادي اللي بتعمل. فشار المايكرويف لما حضرتك بتدخل الذره في المايكرويف عشان تطلع بعد كده فشار في ماده اسمها البي اف او اي، دي ماده مسرطنه. حاول كده فكر تكتب اسمها على جوجل هتلقى مشاكلها لا حصر لها خاصه بالسرطانات. ارجوكم الاربع اطعمه دول إن ما كناش نمنحهم تماما 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 نقلل منهم بالتدريج على قد ما نقدر. الصلصة المعلبة نستبدلها بصلصة، تمام؟ نستبدلها بصلصة البيت، نعمل صلصتنا في بيتنا. الشيبسي والمقرمشات اعملوا البطاطس الشيبسي في البيت
دي ما فيهاش مشكلة. تالت حاجة هاتوا اللحوم المصنعة، هاتوا لحمة وفرموها أو خليها تتفرم قدام عينيكم، واعملوا الكفتة واعملوا البرجر واعملوا السوسيس واعملوا كل حاجة في البيت. آخر حاجة الفشار المايكرويف، لا خلينا نعمل الفشار العادي بتاعنا. فيديو مهم جدا جدا جدا، وعلى فكرة الحاجات دي بتبين ليه معدل السرطانات زاد الفترة الأخيرة. ممكن يكون اللي احنا اتكلمنا عليه سبب، وسبب مهم لزيادة معدل السرطانات. ربنا يحفظكم ويحفظ كل حبايبكم، أستأذنكم نوصل الكلام ده لكل الناس. أشوفكم على خير دايما، بعد إذنكم، سلام. تحية الصحة والعافية لكم مشاهدينا في كل مكان، ودائما من خلال صباح السبت نحاول أن نضيء على المحتوى الرقمي المفيد في جانب للترند أو المشاهدات الأعلى لفيديوهات مختلفة، وهذا واحد من الفيديوهات الأعلى مشاهدة وهو حديث عن الصحة، ومهم أن ننتبه لهذه الجرعات صباحا من خلال صباح الشروق.